مساء الخير يا حضرات، معكم المستشار العقاري محمود كساب، استشاري ريال استيت في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن كومباوند ميد تاون سكاي. هو بشكل عام طبعا هنبدأ بالنسبة للشركة المطورة، شركة بيتر هوم. هي تعتبر أول شركة تبدأ في العاصمة من 2017. بالنسبة طبعا سابت أعمالها في القاهرة الجديدة، عندهم كومباوند ميد تاون نيو كايرو، ده كومباوند عمارات جنب الجامعة الأمريكية على مساحة 17 فدان. المشروع ده عبارة عن عمارات تسليم فوري حاليا. في عندهم برضو كايرو بيزنس بلازا، ده عبارة عن مبنى مقرات إدارية على 90 الشمالي، وفي مول سيتي سكيب ده موجود في الشيخ زايد. طيب بالنسبة للعاصمة، هو طبعا أول كومباوند يطرح ليهم كان بنتكلم في فبراير 2017 تقريبا، وده كان كومباوند ميد تاون فيلا. المشروع دوت واخد لوكيشن مميز جدا، أول قطعة على المحور المركزي. هو الكومباوند على مساحة 53 فدان، ده حاليا في تسليم فوري في الاريا يعني في الوقت الحالي. تاني كومباوند ليهم ميد تاون سولو، ده عبارة عن فيلات ستاند الون، المشروع على حوالي 66 فدان، واخد موقع مميز جدا على محور محمد بن زايد الجنوبي قصاد طلعت مصطفى. المشروع دوت بنتكلم تسليم على يوليو او يونيو 2021. تالت كومباوند ليهم اللي هو ميد تاون كوندو، ده كومباوند عمارات على مساحة 60 فدان، المشروع ده تسليم 2022، اللوكيشن بتاعه قطعة K2 ويعتبر في أسفل الار 7 قريب جدا من ديزني لاند. في بعد كده كومباوند ميد تاون سكاي، وده رابع كومباوند ليهم وأكبر كومباوند، أكبر قطعة أرض ليهم في العاصمة، 122 فدان، وده عبارة عن ميكس ما بين العمارات والفيلات التاون والتوين هاوس. طيب احنا هنبتدي طبعا بالنسبة للوكيشن بالظبط بتاع ميد تاون سكاي، هو القطعة G3، هو واخد لوكيشن مباشر على المحور اللي هو بيطل على الاكسبو سيتي. فوقيه على طول القطعة بتاعت اتيكا، وتحتيه القطعة بتاعت فينشي مصر ايطاليا. هم كل المشاريع بتاعت بيتر هوم حاليا معاها القرارات الوزارية في الوقت الحالي. بالنسبة للكومباوند، هو مساحته 122 فدان، نسبة المباني على حوالي 18%. المباني السكنية عبارة عن فيلات زي ما اتكلمنا، تاون وتاون كورنر والتوين هاوس والعمارات. نسبة المباني الأكتر بالنسبة للسكن، بنتكلم الفيلات بنسبة 70% تقريبا، والعمارات حوالي 30%. الخدمات طبعا في كلاب هاوس بيخدم على العمارات، وكلاب هاوس خاص للفيلات في أكتر من أريا حسب تصنيف المراحل. عندنا نماذج المساحات، التاون هاوس هي مساحة المباني واحدة ثابتة، بنتكلم في 350 متر مباني. التاون بتبقى مساحة الأرض 200 متر، ديت بتبقى متوسط افريج الأسعار حاليا، بنتكلم في 4,450,000. بالنسبة للتاون الكورنر بتبقى مساحة المباني 350 متر، ومساحة الأرض 300 متر، ومتوسط الأسعار في الوقت الحالي بنتكلم مثلا في يعني افريج حوالي 5,700,000. في بعد كده التوين هاوس، التوين هاوس بتبقى مساحة أرض 350 متر، ومساحة المساحة المباني 350 متر، ومساحة الأرض بتبدأ من 300 متر. دي موجود يعني مساحات أراضي ممكن أكتر من 300 متر، ديت أسعارها في أفريج مثلا 5,950,000. الأسعار الافتتاحية اللي بدأ بيها الكومباوند بيع، الكلام ده مثلا كان في يناير 2019 يعني من سنة بالظبط، كان التاون هاوس الميدل بيبدأ من 3,750,000، والتاون الكورنر كنا بنتكلم مثلا في 4,750,000 مثلا، وافريج مثلا التوين هاوس كان في حدود 5,250,000. ده برضو عشان حضراتكم تبقوا عارفين فرق السعر اللي حصل من وقت الافتتاح، يعني في خلال سنة واحدة حصل السعر بقى كذا ووصل لكذا في الوقت الحالي. طيب بالنسبة لنماذج الشقق، هم عندهم نموذج استديو ده بيبقى 90 متر، ونموذج الغرفتين بيبقى 140 متر، وفي نموذج 3 غرف بيبقى متوفر منه 145 و150 متر،
وبتوصل طبعا المساحات لحد 180 متر، ومتوفر نماذج اللي هي الشقق البنت هاوس اللي بتبقى معاها مساحة روف يعني. متوسط الأسعار بالنسبة للعمارات أو الشقق بنتكلم من 10 500 لحد حوالي مثلا 12 ألف في الرينج ده. نظام السداد هو يعتبر نظام السداد ثابت على كل المشاريع بتاعة بيتر هوم سواء جوه العاصمة أو خارج العاصمة، احنا بنتكلم في 10% والباقي على 7 سنين بالنسبة للسكن يعني. طيب هم عندهم طبعا وديعة صيانة، وديعة الصيانة دي بتبقى 10% بتدفع قبل الاستلام بحوالي 6 شهور. بالنسبة للتجاري بتاع الكومباوند، التجاري عبارة عن دور أرضي وأول وتاني، الدور الأرضي والأول تجاري والدور التاني ده عبارة عن إداري وطبي. الأرضي مساحات 110 متر، بيكون معاه مساحات خارجية حوالي 80 متر، الدور الأول بنتكلم في 110 متر طبعا بدون مساحات خارجية، والتاني والإداري التاني ده بيبقى إداري والطبي بنتكلم برضو في 110 متر. يعني أفريج السعر بتاعها بتبقى في حدود 3 مليون 900 وكسر، أو 3 مليون 950 تقريبا. النظام السداد في التجاري 10% و6 سنين أقساط متساوية. طبعا هو بيسلم الكومباوند زي ما اتكلمنا كده على نهاية 2023 بداية 2024، السكني بالكامل او التجاري بيسلم من جوه بدون تشطيب، الخارجي بس هو بيسلم الخارجي متشطب طبعا بالكامل. بالنسبة لل يعني نظام الفيلات، هو بيديلك الفلور من جوه بمسطح مفتوح وحضرتك بتقسم اليونت زي ما انت عايز، وديت انا بشوفها بتبقى ميزة كويسة جدا خاصة لو الفيلا بتبقى مساحتها كبيرة، ان انت بيبقى ليك الحرية ان انت تقدر تقسم اليونت على حسب راحتك يعني. هو يمكن اهم المميزات او الحاجات اللي بتميز الكومباوند تحديدا موقع الكومباوند طبعا، اسم الشركة يعني ديت من اهم الحاجات. الكومباوند واخد لوكيشن على يعتبر على ارتفاع ربوة في الار 7، يعني دي تعتبر كده نبذة يمكن شبه مختصرة عن الكومباوند. انا هوري حضراتكم دلوقتي اللوكيشن بالظبط بتاع الكومباوند على الماب اللي هي بتاعت الار 7، وهوري حضراتكم فيديو لتصوير اخر الانشاءات او الابديت الانشاءات في المواقع بتاعت مشروعات الشركة يعني. كان مع حضراتكم المستشار العقاري محمود كساب من ريال استيت جايد. لو في عند حضراتكم اي استفسارات عن اي كومباوند سكني او بنتكلم بالنسبة للتجاري، حضرتك طبعا او حضراتكم تقدروا تبعتولي من خلال الضغط على اللينك الموجود في الديسكريبشن او الوصف. حضرتك اول ما تنزل على اللينك، اول لينك بيقابل حضرتك مجرد ما تضغط عليه بيوصلك دايركت على الواتساب الخاص بيا، او طبعا رقمي قصاد حضراتكم، يعني تقدروا تشرفوني بالاتصال في اي وقت. وشكرا جزيلا لحسن الاستماع. البلان اللي قصاد حضراتكم ديت الخريطة بتاعت العاصمة بالكامل، 170 ألف فدان طبعا. الاريا ديت القاهرة الجديدة، بالفاصل ما بين القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة الطريق الدائري الأوسطي. الطريق الدائري الأوسطي هو يعتبر واصل ما بين طريق السويس وطريق السخنة. احنا عندنا المداخل بتاعة العاصمة، أول حاجة من الطريق الدائري الأوسطي طبعا. لو أنا هاجي من نيو كايرو أو من القاهرة الجديدة من منطقة الجولدن سكوير مثلا، بيبقى فيه طبعا الطريق دوت بيوصلني يا إما من ناحية الهايد بارك أو يا إما في ظهر الهايد بارك في الجولدن سكوير. أول ما بطلع من القاهرة الجديدة بيقابلني الطريق الدائري الأوسطي. من عند الطريق الدائري الأوسطي بيبقى فيه كوبري بيدخلني على محور محمد بن زايد الجنوبي، أو كوبري آخر بيدخلني على محور محمد بن زايد الشمالي. أوكي، في طبعا مدخل تاني للعاصمة من طريق السويس. ممكن بنكمل بعد الطريق الدائري الأوسطي بنوصل لحد الطريق الدائري الإقليمي. من الطريق الدائري الإقليمي بننزل بنعدي طبعا على الأريا اللي موجود فيها القصر الرئاسي، و يعني بيودينا في الاخر خالص للاريا اللي موجود فيها الكومباوند ومنطقه الار 7. كذلك برضو في طريق تاني اللي هو بتاع الطريق السخنه، وهو طبعا الطريق السخنه من اقرب الطرق لمنطقه الار 7 طبعا. طيب مبدئيا طبعا دي الاريا اللي موجود فيها الكومباوند
الكومباوندات بشكل عام، منطقة الـ R7، منطقة الـ R8، وفي النص حي السفارات. الأريا ديت اللي أنا معلم عليها ديت هي دي اسمها منطقة المستثمرين، وطبعا ده النهر الأخضر مباشرة، هو واخد الامتداد الطولي بالعاصمة بالكامل. طبعا هنا يعتبر البلان ديت بتاعت الـ R7 يعني بشكل معمول يعني عشان توضيحي لحضراتكم. طبعا ده أول كومباوند في منطقة المستثمرين، ده الكيرف اللي هو في منطقة المستثمرين ميد تاون سولو على محور محمد بن زايد الرئيسي، وطبعا في جنبيه على طول الكاتدرائية، ده الكومباوند الفيلات الستاند الون. في هنا على المحور المركزي اللي هو المحور الموازي لمحور محمد بن زايد الجنوبي ميد تاون فيلا، ده اللي احنا اتكلمنا عنه ان هو في حاليا في استلام خلال 2020. التالت كومباوند ده موجود في منطقة الـ R7 من تحت خالص كده، ده كومباوند ميد تاون كوندو. تمام. الكومباوند الرابع اللي احنا اتكلمنا عنه هو كومباوند ميد تاون سكاي 122 فدان قطعة G3، ده يعتبر قصاد الاكسبو سيتي في الاريا دي. تمام. القطعة اللي فوقيها ديت اتيكا، القطعة اللي فوقيها ده القطعة بتاعة صروح او انتراضة، اللي تحتها على طول القطعة بتاعة فينشي مصر ايطاليا. ده يا حضرات الماستر بلان الخاصة للمشروع 122 فدان، المول واخد الواجهة على المحور الرئيسي اللي يعتبر أمام الإكسبو سيتي في الأريا ديت. طبعا ده شكل العمارات، والكومباوند الفيلات هي واخدة النصيب الأكبر من السكني. الكومباوند هو حاليا فاتح المرحلة الثانية، المرحلة الأولى خلصت بالكامل وحاليا شغالين في المرحلة الثانية. ديت الصور للديزاين الخارجي للفيلات التاون هاوس. ده كده يعتبر البروفايل الخاص للشركة المطورة من سابقة أعمالها سواء في العاصمة. هما طبعا عاملين ميد تاون نيو كابيتال أو ميد تاون فيلا، يعني دي نبذة كده مختصرة عن طبيعة المبيعات ومساحة المشروع، وطبعا النماذج الوحدات سواء السكني أو التجاري اللي بتبقى فيه. أنا هترك لحضراتكم الصورة طبعا، يعني هي موضحة كل شيء يعني. Thank you.